ماشي ديال بلاستيك. بلاستيك لا، بلاستيك لا، بزاف ديال الناس شراوها وندموا عليها. كاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، فيديو كله إفادة إن شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غادي نقول لكم على بعض الأشياء اللي أنا شخصيا ما بقيتش كنستعملها أو ما بقيتش كنشريها أو كنت كنستعملها في واحد الوقت دابا لا، أو بعض الأشياء اللي أصلا عمري ما استعملتها نهائيا وما غاديش نستعملها، غير كنضيعوا فيها الفلوس. من بين هاد الأشياء بعدا، أولا ميكروندا. ميكروندا أنا ما كنستعملهاش، عمري ما استعملتها. بالنسبة لي يعني مسألة يعني شخصية، الميكروندا بالنسبة لي أنا كتشد البلاصة وماشي صحية نهائيا. وعلاش غادي نشريها؟ غادي غير نديرها ديكور غادي تشد لي البلاصة، ما كاينلاش. أنا ميكروندا يعني ضد ميكروندا، ها يعني ها فلوس ديال الميكروندا سالينا منها. شيء آخر أيضا الفريتوز، ما عنديش وما عمري شريتها الصراحة. فواحد الوقيته من كنت كنقلي كندير الحاجه مقليه، يعني كنت كنستعمل مقله عاديه، ولكن الفريتوز عمري ما شريتها وما غاديش نشريها. دابا الحاجه مقليه هذه مده طويله، وحنا يعني ما تنقليوش لا بطاطا لا حوت لا دنجال لا فلفله لا حتى حاجه. الحاجه يعني كنطيبوها على البوطه ولا كنديروها في الفران ولا لا بلانشا ولا بحال هكا. يعني الفريتوز الفلوس ديالها يعني ابار. وايضا المقلات الهوائيه غادي غير نضيع فيها الفلوس. كاين بزاف ديال الناس شراوها وندموا عليها، كاين بزاف ديال الناس شراوها ما ندموش عليها، ولكن اصلا ما كيستعملوهاش، راه محطوطه في واحد الركنه في الكوزينه كتهز البلاصه، خص كل مره ننظفوها، يعني ما كتستعمل حتى حاجه. انا ضد الفكره ان يكون عندي الحاجه في الدار وما كنستعملهاش، مادام الحاجه ولا كانت في الدار ما كنستعملهاش يعني ما محتاجهاش، يعني خصنا نحيدوها. يعني المقلات الهوائيه انا ما عنديش وما غاديش نشريها. وايضا انا عندي واحد التحفظ عليها، لان الاراء كتختلف، كاين اللي كيقول صحي، كاين اللي تيقول ماشي صحي، كاين اللي تيقول يعني داك الهواء. مهم مساله ما غاديش ندخلها يعني في التفاصيل ديالها، كاين بزاف يعني الاختصاصيين اللي يهضروا عليها. حاجه انا ولا عندي التحفظ عليها كنخرج من الباب الواسع، ما نستعملهاش ونتهنى. اشياء اخرى ما نشريش الحاجه اللي يعني لو ماس باراتو، الحاجه مي كتكون رخيصه بزاف ما غاديش نشريها. وهذا لا يعني انني غادي نشري الحاجه اوب دي لوخو ولا ديال لوكس يعني غاليه بزاف، ولاني غادي نبقى في الوسط. لنفترض مثلا بغيت نشري لابادوره، ولا مشيت شريت مثلا الرخا كاع اللي كاين في السوق، غادي دوز لي واحد 6 شهور ولا 7 شهور غادي نبقى ونبال، خصني نشري واحد اخرى. يعني في العام نقدر نشري جوج. نفس الشيء بالنسبه غير الاله ديال الطحن، الطحانه الكهربائيه مثلا او اي حاجه، غادي نشريو الرخه اللي كاين كاع في السوق شويه، وغادي ما غاديش تبقى. يعني في العام نقدر ندير 3 ولا 4 ديال الطحانات، عوض ما نشري غير وحده نجمع لها الفلوس ديالها ونشريها وتبقى لي سنين. وما نشريش ايضا مالا كاليداد، الحاجه مصبرطه يعني كاليداد باخا. نحاول ما امكن نشري حاجه ديال كاليداد باش تصبر معايا باش تبقى لي، ماشي نبقى الحاجه كنعاودها نشري هذه الحاجه شويه ونبقى عاوتاني خصني نخلفها. لا، الاول نشري حاجه عندها بالور، عندها دي كاليداد ونتهنى. وما كنشريش ايضا لولتيمو ديال التكنولوجيا، اخر حاجه خرجت ديال التكنولوجيا ولا ديال المهم ديال اي حاجه، اخر حاجه خرجت سواء غير ديال الهاتف مثلا، هذا نمرق دا يعني خرج جديد. لا، الحاجه ولا راه عندي راه خدامه كنقضي بها صافي. عندي مثلا شي طحانه ما كانلاش نمشي نشري واحد الطحانه بحالها ولا اني اخر موديل، لا، ولا الطحانه ديالي خدامه مزيان كتقضي لي الغرض. فينلاش كل فين ما خرجت حاجه جديده خصنا نشريو، هذيك فين ما خرجت حاجه جديده خصنا نشريو، هذاك هو تضيع ديال الفلوس. يعني كنضيعوا الفلوس، هذيك الحاجه من غادي تشريها شويه شهرين ولا 3 شهور غادي تخرج ثاني حاجه جديده، وهذيك الحاجه تخليها لا، يعني هاد الطبيعه ماشي مزيانه نهائيا. ومن بين الاشياء اللي ما عنديش في الدار وما بقيتش كنشريهم، الاواني ديال الالومنيوم، ما عنديش الالومنيوم في الدار، هذه مده طويله يعني كانوا عندي الالومنيوم في الدار، يعني بقيت شويه شويه يعني كنستغنى عليهم.
وكل مره كنشري حاجه ديال الانوكس ولا ديال الطين تساليت مع الالومنيوم. على ذكر الالومنيوم ايضا ما كنشريش مثلا الاطباق اللي كيدخلوا في الفرن، يعني الاستعمال غير مره واحده، كتستعمل غير مره واحده اطباق ديال الالومنيوم صغار ولا ديال مادلين ولا ديال الماكله، يعني ديروا كدير فيه كل شيء وكتدخل الفرن، يعني الاستعمال يعني غير مره واحده. اولا الالومنيوم ماشي صحي، ها اول حاجه، غير هادي غتخليك ما تستعملش الالومنيوم. ثاني حاجه خسران الفلوس، دير تشري حاجه دير فيها مره واحده وصافي تلاح، حرام ماشي مزيان. وثالث حاجه كنلوثوا الجو والكره الارضيه، ما نعرفش شحال غادي يبقى عاد الحاجه كتحلل، ويعني بزاف ديال الاشياء. حاولوا ما امكن نعتنيو بالكره الارضيه والطبيعه وهاد الاشياء، يعني حتى هاد الشيء مهم مهم جدا. وتال اللي كنديروا في العصير هكا، يعني غير هاد الشيء هذا غير للترفيه، يعني فوق الشبعه ماشي من الضروريات. هذاك اللي يشربوا به العصير ولا شي حاجه هكا كتعطى في القهوه، ولا الواحد كيشريها حتى في يعني حتى في الدار للوليدات. انا شريت ديال الانوكس، كيتباعوا ديال الانوكس، كتستعملهم كتمشي كتبع معهم واحد الشيطة هكا رقيقة، من كنبغيو نغسلوها كنغسلوها كندخلوها لداخل، كان يعني كتغسل كاملة صافي، كتغسل كتحط وعاود كت يعني كتستعمل، تشري شحال ما بغيتو. كاين اللي فيها أربعة، كاين اللي فيها ستة، كاين اللي فيها، وكتبقى لكم ديال الإينوكس ما تصدى ما حتى حاجة. يعني هادو اللي كنستعمل. بالنسبه للقراعي ديال الماء ايضا، حاولوا ما امكن ما نبقاوش نشريو القراعي ديال الماء هادوك ديال الصغار، يعني كيهزوا 4 لتر سيتر ولا لتر، ولا اللي كيشري الماء يشري يعني للدار القراعي الكبار، يعني يحاول ما امكن، يعني منها كاين الاقتصاد ومنها ما نبقاوش بزاف ديال يعني القراعي ديال الماء. بالنسبه لواحد مين كيخرج برا ولا الاطفال، كاين القراعي ديال اما ديال الزاج او ديال الانوكس. بالنسبه للمدرسه انا كنفضل ديال الانوكس ماشي ديال البلاستيك. بلاستيك لا، بلاستيك لا. في الدار ولا الواحد ولا يبغى يعمر يعني القراعي ديال الليترو للدار ولا برا ولا هادي، كاين القراعي ديال الزاج عمليين جدا، والزاج ديالهم يعني دي كاليتي زوين. وايضا من كنهضروا على الاواني ديال الالومنيوم، كاين ايضا التبصل، التبصل ديال الاستعمال الواحد. الواحد من يخرج يحاول ما امكن مثلا كيخرج في شي نزهه ولا شي حاجه، حاول ما امكن يدي معاه يعني من الدار. ما كاينلاش ناخذ انا مثلا التبصل غير نستعملهم الاستعمال الواحد نرميهم، الفرشيطه الاستعمال الواحد نرميها، الملعقه، الموس، اي حاجه ديال هذاك ديال الاستعمال الواحد ونرمي ماشي مزيان، ولو يكون يعني ديال الخشب ولا ديال الكرتون، يعني كاين اعاده التدوير وداك الشيء، ولكن خصنا نعرفوا بلي كنخسروا الفلوس كثار حقا، كيكون يعني ماشي مضاد ماشي كونترا للبيئه، يعني كاين اعاده التدوير ماشي بلاستيك وكل شيء، ولكن كنخسروا فيهم الفلوس. علاش انا غادي نشري حاجه نقدر نعوضها بحاجه اخرى ناكل فيها نرجع للدار ولا تما فين غادي نمشي نغسلها وصافي. وايضا بالنسبه للاستخدام مره واحده، لاس تويتاس او ديسماكيانتي، لاس تويتاس سواء ديال الجلد اللي كنمسحوا به الوجه او الاطفال، او كاين دابا تويتاس ديال هادي ديال الخشب ولا هادي ديال ليمبيسا كتجمع بولبو كلشي. انا ما كنجريهمش، مين كنبغي نمسح بولبو كندير الزيف الابسوربانتي ديال ميكروفيبرا، هادوك زوين ديال ميكروفيبرا مزيانين كيمسحو مزيان، من يتوسخ نصبنوه ونعاودو نستعملوه. وايضا اللي ما كنشريهم هما كبسولات ديال القهوه، انا شخصيا ما كنشربش القهوه، ولكن كاين في الدار اللي زعما اللي كيشربوا القهوه، ما كنشريوش كبسولات القهوه وما عنديش الات ديال كبسولات القهوه. يعني الاشخاص اللي كيشربوا القهوه في الدار كنديروا قهوه يعني بطريقه العاديه، الكوكوت ديال القهوه كتجي القهوه ديالها لذيذه، كتنسموها بالطريقه اللي بغيتو وبالصحه والراحه. وايضا اللي ما كنشريش هما العلب ديال البلاستيك، العلب ديال البلاستيك ديال الاستعمال الواحد، كاين بزاف ديال العلب هكا غير نديرو فيها الحاجه غير ديك الخطره وصافي، ما كنشريهمش. ولا البلاستيك الشكاير ديال البلاستيك ديال التسوق، ديال التسوق كاين يعني الشكاير خاص ديال التسوق
كنستعملوهم عده مرات، كيبقاو مده طويله وطويله ما شاء الله، باش نتفادوا البلاستيك. بالنسبه انا يعني للتخزين، عندي القراعي ديال الزاج، كنستعمل القراعي ديال الزاج. غادي تقول القراعي ديال الزاج يعني ماشي رخاص، فعلا هو ماشي رخاص، ولكن هاد الحوايج ما كيتشراوش دقه واحده نهائيا. من غادي نبغيو نعتمدوا واحد الطريقه نمشيو عليها بالنسبه للتخزين، كل مره كنشري حاجه، ملي كنمشي ندير كومبرا ولا نمشي نخرج ولا نشري واحد جوج ولا ثلاثه مثلا، نستعملهم يفوت واحد المده، عاوتاني نشري واحد جوج ولا ثلاثه، هما غاليين، حتى انا كيجيوني غاليين، ولكني كنأكد لكم بان ما كتشراش في دقه واحده. وايضا نديروا اعاده الاستعمال القراعي، ولا شريتو شي حاجه ديال الزاج كتساليو منها ما ترميوهاش، استعملوها، غسلوها مزيان ومسحوها واستعملوها. دائما الحاجه ملي كتكون مخزونه في الزاج فكتصبر مده اطول. الحاجه كما كانت القطاني، نديروا الخضر المخمره، كتستعمل نخزنوا فيها شي حاجه في الثلاجه، المهم الحاجه كتكون ديال الزاج كتصبر، ماشي بحال البلاستيك. عندي بعض العلب ديال البلاستيك، باش نكون واضحه، عندي بعض العلب ديال البلاستيك، ولكن دوك العلب ديال البلاستيك كنخليهم غير من كنبغيو مثلا نخرجوا برا، كنهزوا شي معنا شي حاجه ما كتكونش سخونه. بطبيعه الحال السخونه في البلاستيك ممنوع، ولا تكون شي حاجه حامضه، لا، حاجه فيها الخل ولا الليمون حامضه ولا حاجه سخونه ولا اي حاجه من هذا القبيل، لا. كنبغيو نديرو فيها شي حاجه، البلاستيك خفيف ماشي بحال الزاج، لان جربت نهز الزاج كيكون ثقيل، وايضا شي خطره كيوقع اكسيدنتي بين الحوايج، كيتلاقاو الحاجه كتهرس. ودابا ما بقيتش كنهز الزاج برا، كنهز بلاستيك باش يعني باش نتفادى هاد الاشياء هادو. المهم هاد الاشياء يعني بسيطه جدا، هادو غير بعض من مجموعه ديال الاشياء اللي ما بقيتش كنستعملهم. كاين اشياء اخرى خص الاراده والتنظيم صراحه، والواحد يكون مقتنع بداكشي باش يدير هاد الخطوه، لان الواحد ملي كيتخلى على بزاف ديال الحوايج هكا صراحه كيحس بواحد الراحه نفسيه. ملي كتخلي على بزاف ديال الحوايج حنا ما كنستعملوهمش، الشغل ديالك دغيا كتساليه. وايضا بالنسبه لكاين بزاف ديال الحوايج تلوث البيئه، نحاولوا ما امكن نحافظوا على البيئه. انت ولا حاولتي، وهذا ولا حاول، وانتينا ولا حاولتي، انا انتينا هو كلشي كيتكون واحد النتيجه، يد وحده ما كتصفقش. وايضا كنقتصدوا على بزاف ديال دوك الفلوس اللي غادي تضيعوا في هاد الحوايج، تقدروا ديروا بهم حاجه اخرى، حاجه ديال الدوام، حاجه تنفعكم، حاجه صحيه، حاجه تبرعوا بها وانتم مرتاحين. وهذا الشيء اللي كاين، كنتمنى ولا شي واحد عنده شي فكره اخرى ينفعنا بها، علاش لا، احنا هنا باش نساعدوا بعضياتنا. شكرا على المتابعه، ما تنساوناش واحد اللايك والبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.